السلام عليكم ورحمة الله. الله يعطيكم العافية. اليوم راح نكمل مع الـ Characteristics of Nerve Impulse in a Nerve Fiber. في عنا هون بالـ Experiment هذا عم يعمل Stimulation by using stimulating electrodes S1 and S2 and we have two oscilloscopes O1 and O2 that are connected at different distances from the stimulating electrode. يعني المسافة عن الـ stimulating electrode هي بعيدة, بتختلف من O1 ل O2. هلا هون عمل we apply 6 stimulations of increasing intensities, يعني عمل 6 مرات stimulations والintensity شو مالها عم بتزيد. عمل I1, I2, I3, I4, I6, I5, I6. هلا اللي بدنا نشوفه هون, في عنا احنا 2 جرافز. هل احنا عمل 6 ستيميوليشن وشاف O1 شو بيقرا؟ يعني هدول عنا لاحظوا مكتوب ريكوردينج اوف O1, اذا هاي الريكوردينج هاي اللي سجلها O1 وهاي القراءات اللي سجلها مين؟ O2. اللي بدنا نعرفه احنا, هل هو عمل 6 ستيميوليشن ل O1 رجع عمل 6 ستيميوليشن غير ل O2؟ لا, هو كان عم يعمل ستيميوليشن اول مرة, عمل ستيميوليشن I1, عم بفرجيني R1 او اوسيلسكوب O1 شو ارى واوسيلسكوب O2 شو ارى. تمام, هذا اللي صار. فخلينا نروح نشوف احنا under the effect of the intensity number 1 شو اللي صار. عملنا ستيميوليشن I1, ليكو الاوسيلسكوب O1 اللي هو قريب على الستيميوليتنج الكترود زادت الممبرين بوتنشال شوي, تقريبا زادت 10, زادت للناقص 60 ورجعت نزلت. لاحظوا احنا في عنا, اذا بتتذكروا لما شرحنا الاكشن بوتنشال بفيديوهات قبل, قلنا في عنا شيء اسمه threshold of depolarization. هذا الليفل اذا الممبرين بوتنشال وصل له بنقول في generation of action potential, ما وصل له ما في generation of action potential. وهذا اللي صار هون, انه ما صار في generation of action potential. ليه؟ لانه الممبرين بوتنشال did not reach the threshold of depolarization. تمام, احنا بنعرف مثل ما شرحنا قبل, لما نعمل stimulation بصير في opening of Na plus channels. خلينا نشوف شو اللي صار احنا عشان نشوف بالتفصيل. ناخد قراءة هون. لاحظوا O1 شو ارى, اخذناها, بس اخذنا قسمناهن O1 قلنا ارى هيك, O2 شو ما ارى شي. شو بنستنتج احنا من هون؟ اول شيء احنا عملنا stimulation of intensity I1, صار في opening of adjacent Na plus channels وصار في inflow of Na plus ions اللي هن عندهم positive charge لجويت الاكسون, لانه بال with concentration gradient. فالالكترونيجاتيفيتي بقلب الاكسون بدها تقل لانه التشارج للايون اللي عم يفوت هو positive, فبصير في high popularization, يعني بتزيد الممبرين potential لفوق, ولكن بعدها below the threshold of depolarization. فهاي بنسميها يا اخوان local depolarization. هذا الشيء اللي صار له generation بنسميه local depolarization, صار في depolarization ولكن موضعي. وهون لاحظنا انه O2 did not detect this depolarization, O2 ما اراها. ففي characteristic هون بنقدر نستنتجها انه local depolarization cannot propagate across the axon. احنا شفنا بفيديوهات قبل O1 ارى action potential و O2 ارى action potential, وهلا رح نرجع نشوفها اليوم كمان. بنلاحظ انه لما يقروها الاثنين مع بعض, فهون احنا شو بنقول؟ انه the action potential propagate across the axon. لاحظوا لما عمل intensity اقوى, احنا نتذكر حكينا باول فيديو انه we applied شو 6 stimulations of increasing intensities. ف I2 اكبر من I1, عمل stimulation بintensity I2 اكبر من مين؟ اكبر من I1. ولاحظنا شو؟ لاحظنا انه الامبليتيود زاد اكتر من I1, ولكن بعده below the threshold. بدام الامبليتيود زاد اكتر, اذا واحد قال لي explain ليش زاد اكتر, بنقول له انت قويت الانتنسيتي, انت عملت انتنسيتي I2 اكبر من I1, فبدي يفتح more Na plus channels, فبدي يصير more inflow, فmore positive ions will make inflow inside the axon, فالالكترونيجاتيفيتي inside the axon بدأت تقل اكتر. فعشان هيك the amplitude of the membrane potential بده يضل شو حيعلى. بس هون بالنسبة لها السؤال بعده below the threshold, عشان هيك there is no شو
action potential. فبنقول local depolarization that cannot propagate across, هون مكتوب بالاخر انه local depolarization that cannot propagate and as a result auto did not detect it also. لانه local depolarization ما بتقدر تعمل based on the characteristic اللي استنتجناه, هون مكتوب بالاحمر انه local depolarization ما فيها تعمل propagation, فهون كمان الاوسيلوسكوب O2 ما حيقراها وراح يكون شو عندنا, راح يكون يضل عم يقرا resting potential مثل ما شايفين. طبيعي القراءة الثالثة نفس الجاستيفيكيشن يا اخوان, لانه كمان انت قويت I3, ولاحظوا عم بقرب اكثر على الخط المنقط اللي هو threshold of depolarization ولكن بعده اقل منه, فاحنا ما بيصير في generation of action potential. تمام, اذا من هدول احنا بنقدر نعمل explain اذا اجت, وبنقدر نطلع هاي الكاركترستيك اللي هي شو اللي طلعناها انه the local depolarization cannot propagate. راح نشوف إسا لما يعمل intensity I4 وتوصل للثريشولد شو اللي راح يصير. هون خلينا نشوف احنا مع بعض, قلنا عمل intensity I4 تمام, صار في one action potential وهون بدنا نلاحظ شغلي انه O1 اراها action potential و O2 اراها action potential. اذا هون بستنتج انه the action potential كان شو propagate across the axon. في عنا شغلة يا اخوان اسمها amplitude اللي هي من قيسة من هون لهون, وهي اللي قلنا هي 100 بالاكشن potential. تمام, لاحظوا هون اراها شو اراها O2 كمان شو 100. فاحنا شو الكاركترستيك هون اللي بنستنتجها, بنقول action potential propagates with same amplitude. وفي عنا لاحظوا I5 شو صار, I5 هي اكبر من I4, صار في اخوان action potential تمام, ولكن عددين زاد, يعني صار في generation of two action potentials ولكن with the same amplitude. يعني الامبليتيود يا اخوان ما زاد, الامبليتيود ضل شو ضل نفسه, صار في generation of two action potential. اذا هون شو صار عدد الاكشن potential 2 ولكن الامبليتيود شو ماله بعده نفسه, واراهن مين اراهن مين نفسه O2 اراهن. اذا هدول الاثنين اكشن potential عملوا شو عملوا a propagation. في عنا مصطلح يا اخوان بنسميه frequency واللي هي number of action potential per unit time او per second احنا فينا نقيسها. فاحنا اذا عم نقيس الفريكوانسي نقارن بين I4 و I5, الفريكوانسي بالI4 اكبر من مين من الI, عفوا بالI5 اكبر من مين من الI4, لانه صار في generation لعدد action potential زيادة, فنقول هون the frequency increase. وهل الفريكوانسي تغيرت بس عملت propagation؟ بشوف O1 شو أرى؟ أرى 2, و O2 شو أرى؟ كمان أرى 2 with same amplitude. إذن هون فيني أزيد أنا على هاي البروبرتي اللي طلعناها إحنا من شوي إنه the action potential propagate with same amplitude, ماشي الحال. فينا بدل action potential نحط شو, لأنها صارت أكتر بدنا نحكي على أكتر من action potential, بنقول the nervous message propagate with same amplitude and same frequency, ماشي الحال. او خليها مثل ما هي action potential, فينا نقول the nervous message propagates with same frequency. طيب لاحظ شغلة شو صار عمل لما عمل I6, شو صار كمان صار في عدد فريكوانسي اكتر عم بزيد. ففي عنا شغلة احنا مهمة جدا انه النيرفس مسج is coded by frequency, شو يعني not by amplitude بالاكسون عم نحكي. ليه شو يعني هاي coded؟ يعني احنا
احنا بنعرف كود معناتها رمز، بنقول قوة المسج the nervous message is code by frequency. شو يعني؟ يعني انا اذا انا بعطيك مثلا قلت لك عملنا intensity i5 عملت 3 action potential، قلت لك عملت intensity i6 عملت 10 action potential، قلت لك مين اقوى i5 ولا i6؟ بتروح انت بتشوف، قلت لي i5 لما عملناها عملت 3، الاي 6 عملت 10، اذا الفريكوانسي هون اعلى من هون، اذا قوه اي 6 اعلى من مين؟ من اي 5. هذا اللي معناه احنا انه the nervous message is coded by frequency not by the amplitude. ليش قلنا not by the amplitude؟ لانه لاحظوا هون عم بزيد الفريكوانسي ولكن الامبليتيود بضل شو؟ عم بضل نفسه. الامبليتيود ما عم بزيد يا اخوان، لاحظوا عم بضل شو؟ عم بضل 100. ماشي الحال؟ يعني قد ما تقوي انت اي 6 ليك صار عدد الاربع اكشن بوتنشال ولكن ارتفاع شو بعده؟ بعده نفسه اللي هو 100. ماشي الحال؟ اذا هاي كمان كاركترستيك. في عنا يا اخوان اي 4 الى اسم خاص اللي هو شو؟ بنقول له ثريشولد انتنسيتي. ثريشولد انتنسيتي غير خط الثريشولد اوف ديبولاريزيشن. احنا عملنا 6 انتنسيتيز، مين الانتنسيتي اللي بسميها ثريشولد انتنسيتي؟ هي الانتنسيتي اللي بتعمل 1 اكشن بوتنشال. الانتنسيتي اللي بتعمل شو؟ 1 اكشن بوتنشال. يعني هل انا بسمي 5 هي ثريشولد انتنسيتي؟ بتقولي لا. بقول لك ليش مش ثريشولد؟ بتقول لي لانه الثريشولد انتنسيتي هي انتنسيتي لازم شو تعمل؟ لازم تعمل جنريشن ل 1 action potential. اذا ما نخربط بين مصطلحين يا اخوان اللي هي threshold intensity و threshold of depolarization. اذا الاي 4 هون شو بنسميها؟ هي بنقول لها threshold intensity، واللي هي تعريفها شو؟ minimum intensity that generate one action potential. ماشي الحال؟ هاي شو بنسميها؟ minimum intensity. في عنا اخر موضوع او اخر property بالنيرف فايبر اللي هي بقول the nerve fiber obeys the law of all or none. the nerve fiber obeys the law، خلينا نكتبها law of all or none، اللي بيخضع لقانون الكل او لا شيء. شو يعني؟ وين هو عم يخضع لقانون الكل او لا شيء؟ بشو عم يخضع؟ ليك لاحظوا هون، قلنا اي 4 شو هي؟ threshold شو؟ intensity. لاحظوا انتو below the threshold، below the threshold شو عنا؟ عنا the amplitude is zero، صح؟ the amplitude is zero. We starting from the threshold the amplitude is maximum equal to 100. هذا هو اللي بيقولوا له all or none. يعني يا اما none يعني الامبليتيود زيرو، يا اما الامبليتيود زيرو there is no generation of action potential، او الامبليتيود all يعني الامبليتيود maximum and equal to 100 وما بيزيد. يعني احنا عندنا الاي 4 الاي 5 اكبر من مين؟ اكبر من الاي 4، ولكن الامبليتيود ما ارتفع اكثر، بزاد عدد الفريكوانسي، بس الامبليتيود شو؟ ريمينز كونستانت. اذا هاي الاول اور نان ما كانت بتقصد بالفريكوانسي، لانه هون بنركب مفهوم غلط وقتها، لانه لو فريكوانسي واحد بيقول لي لا مبين هياتها، لما زدت انت زادت الفريكوانسي، كل ما عم بتزيد الانتنسيتي الفريكوانسي عم بتزيد. لا، المقصود بالاول اور نان يا اما ذا امبليتيود از زيرو، اذا المقصود فيها اول اور نان يعني بلو threshold intensity amplitude is zero، هاي none. We starting from threshold starting from threshold the amplitude is maximum and equal to 100. هذا المقصود يا اخوان بشو؟ ب law of all or none.
إذا هدول الكاركترستكس اللي مرقوا معنا هن للنيرفس مسج بقلب نيرف فايبر، يعني باكستنشن واحد اللي هو ممكن يكون اكسون او انذر اكستنشن، ما بدنا نفوت بتفاصيلها. اللي هي الاسئله كيف بدها تيجي، يعني من البعيد يجي يقول لك والله عدد لي اياهن كلن، ممكن يقول لك اعطيني اثنين كاركترستيك مثلا، او بس باغلب الاحيان شو بيجي، بيجي من السؤال، مش ضروري كل البروبرتيز يتطبقوا، فانت بتكون قادر انه شو انه تقدر تطلع الكاركترستيك من الصوره او من الاكسبيرمنت اللي معنا. ان شاء الله الفيديو الجاي راح يكون، راح اعمل تطبيق على هالموضوع، نحط كذا اكسبيرمنت ونقدر نطلع منه شو البروبرتي اللي هي بتطبق عليها، بنشوف شي جاي بالشهادات واشياء غير. ان شاء الله، الله يعطيكم العافية ونشوفكم على خير.